شهدت ليبيا قبل أيام احتجاجات عارمة تنديداً بتردي الوضعين الاقتصادي والسياسي. هدأت المظاهرة ولكن أسبابها ما زالت موجودة، فالتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة في صيف شديد الحرارة، مما وحد الليبيين شرقاً وغرباً ودفعهم للخروج ضد السلطات بجميع أشكالها. ويدرك المسؤولون الليبيون أن أزمة الكهرباء تشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، ولذلك يتحركون لإبعاد التهم عنهم بالتقصير. رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبد الحميد دبيبة، وفي كلمة أمام المجلس البلدي في مصراتة، وعد بحل أزمة الكهرباء سريعاً، معتبراً أن جزءاً مهماً من الأزمة يرجع إلى عدم إجراء عمليات صيانة للشبكة وانقطاع الغاز من المنطقة الشرقية. أول حاجة انقطاع الغاز من المنطقة الشرقية، خسرنا 1000 ميجاوات. من الشيء الثاني، طاحت محطة مصراتة اللي هي قديمة لولا ب 350 ميجاوات، وهذه الحقيقة صار لها خلل قابل للعملية. وتأخر المحطتين في افتتاحهم، والحمد لله في هذا الشهر حنفتحوا الزوج محطات. كما قالت بيبا إن عمليات تعدين البيتكوين في ليبيا سبب رئيسي خلف أزمة الكهرباء. قالوا لي تو اليوم في العالم مصنع الجراد مات، هذه المصنع بتاع البيتكوين العملة الرقمية موجودة في ليبيا، وتعتبر ليبيا رقم واحدة ورقم اثنين في تصنيع هذه، لأن الطاقة بلاش. بدوره طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء والنقص الحاد في توفر الوقود. ووجه صالح طلبه هذا للنائب العام ولرئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.